أيها السادة المشاهدون، مشاهدي برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار. هذه الحلقة نسجلها في المملكة العربية السعودية، وتحديدا بمكة المكرمة بجوار الحرم المكي الشريف. كما ترون الساعة خلفنا والحرم المكي والمنارات خلفنا بالمملكة العربية السعودية. اليوم نتحدث عن العلاقات الثنائية بين تشاد وبين المملكة العربية السعودية، كيف أو إلى أي مدى وصلت تلك العلاقات حتى هذه اللحظة، وخاصة من خلال الزيارات المتبادلة بين قيادات الدولتين، لأن رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو زار المملكة العربية السعودية، وكذلك في قيادات من المملكة العربية السعودية زارت تشاد في إطار توطيد العلاقات بين الدولتين. العلاقات بين الدولتين موجودة من الناحية الدينية، موجودة قديما، علاقات موجودة بقدم التاريخ الإسلامي، والعلاقات السياسية أيضا علاقات قديمة. لكن نشوف العلاقات بين تشاد والمملكة العربية السعودية حتى هذه اللحظة إلى أي مدى وصلت تلك العلاقات. ولكن بداية دعوني أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة، وهو سيادة سفير جمهورية تشاد بالمملكة العربية السعودية، وكذلك هذا السفير كان وزيرا للاقتصاد والتخطيط، وكان أيضا الوزير المندوب في وزارة المالية، السفير عثمان مطر بريمة. دعوني أن أرحب به ضيفا في هذه الحلقة من برنامج قضية الحوار. سيادة السفير، أهلا وسهلا بك في برنامج قضية الحوار. أهلا وسهلا سيادة السفير. نحن اليوم جيناك في المملكة العربية السعودية نتحدث حول العلاقات التشادية السعودية، لكن بداية كلمنا أو حدثنا باللغة العامية الطاقم السفارة التشادية، مما يتكون طاقم السفارة التشادية الموجودة بالمملكة العربية السعودية. طاقم السفارة يتكون أولا بالسفير المستشار الأول، عندنا مستشار ثقافي، عندنا سكرتير أول بالنيابة لأن القديم توفي ولم يعين سكرتير بدله. عندنا ملحق سفارة، وكذلك يعني فئة من مساعدين فنيين وإداريين. بالجملة يعني للمكونات يعني السفارة. بالنسبة لطاقم السفارة، هل الآن الطاقم الموجود ده يكفي، ولا هل السفارة بحاجة لبعض الشخصيات ممكن تزيد فراغ موجود؟ نعم، يعني نظرا لمهمة السفارة والمنطقة تغطي السفارة والمؤسسات الدولية اللي تمثل فيها السفارة دولة تشاد، هذا الطاقم يعني بسيط جدا، لم يغطي نوعيا وكمية كذلك. فإذا في حاجة، لأن نحن نريد إنشاء يعني اقتصاد، عمليات اقتصادية، نريد يعني إعلام كثير يعني فيما يخص يعني العلاقة. فإذا يعني نريد يعني مستشار اقتصادي، مستشار اقتصادي، نريد يعني ملحق صحفي، نريد يعني نعزز يعني الطاقم حتى تمام يقدر يخط المهمة. جميل. هو حضرتك ان احنا سمعنا مش سفير لتشاد بالمملكة العربية السعودية بس، انت سفير لتشاد وبتمثل تشاد في عدة دول مع تمثيل المملكة العربية. نعم نعم، عندنا نمثل يعني تشاد في المملكة العربية السعودية، في سلطنة عمان، في مملكة البحرين، وكذلك في سلطنة بروني دار السلام. يعني حضرتك دلوقتي يعني 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 سيادتك ما سفير لتشاد في السعودية بس، سفير لتشاد في السعودية، وكذلك نفس الوقت سفير لتشاد في سلطنة عمان والبحرين وسلطنة بروني. نعم. بالنسبة لأوضاع التشاديين الموجودين في 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 في, في الدول اللي أنت ذكرتها دي، هل السفارة بتتابعها عن كسب؟ لا، المتابعة ليس يعني متابعة يعني جيدة، لأن نعم. نظرا يعني لقلة العدد،
مسافات يعني اليوم بروني يعني 6 أو 7 ساعات يعني بالطائرة من هنا، فلا شك يعني التغطية لا تكون يعني تغطية كاملة. يعني كاملة. نعم. فإذا زي ما قلنا آنفا في حاجة لتعزيز يعني عدد الطقم، وبذلك نقدر نقوم بالمهمة على وجه الكامل. تمام. على الأقل كيف الدول التي تتردد مثلا سلطنة بروني، هل في مصليات تنوب عنكم ولا فيها في جهة تنوب عنكم في البلدان دي؟ لا، نحن عندنا مشروع لتعيين يعني مصليات شرف. نعم. لأن نظرا كذلك يعني للظروف يعني في السفارة شخصيات تمثل كقنصل شرف، وهذا يساعد جدا يعني لتغطية بعض الأمور. جميل. مثل العلاقة بين تشاد وهذه الدول. تمام. خلينا في المملكة العربية السعودية اللي حضرتك موجود فيها أو سيادتك موجود فيها. بالنسبة للمملكة العربية السعودية علاقتنا كما قلنا في البداية علاقات قديمة، لكن العلاقات في الوقت الراهن، العلاقات الدبلوماسية وخاصة بعد زيارة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي اتنو للمملكة العربية السعودية، وكذلك في قيادات سعودية زارت تشاد في الآونة الأخيرة، حدثنا عن تلك العلاقات. هذه العلاقات يعني زي ما قلت علاقات يعني قديمة عريقة، ونحن الآن مع السعودية عندنا 45 سنة علاقات دبلوماسية. هذه العلاقات يعني تطورت، وخاصة بمجيء الملك سلمان حفظه الله، هذه العلاقات صارت يعني في مستوى يعني عالي جدا. نعم. لأن خلال سنتين زار الرئيس تقريبا 3 مرات المملكة العربية السعودية، وكذلك في تبادل بين البلدين لوفود عالية المستوى. ونحن نحس يوما بعد يوم يعني تحسين هذه العلاقة. ونحن نريد لا نكتفي على هذا، ولكن نبني علاقة يعني متينة التي تسمح لتطوير يعني المصالح بين البلدين. هذا الإطار يعني نحن عندنا خطة وعندنا جدول حتى يعني نؤسس هذه العلاقات باتفاقيات يعني بين البلدين، وكذلك يعني بتفعيل يعني الاتفاقيات الموجودة القديمة. تمام. فإذا يعني هذه الخطة عن قريب يعني تظهر نتائجها، ومن ضمن هذه الاتفاقيات يعني نخطي الميادين المهمة. لأن زي ما يقول الخبراء أن أولا بين الدول إلا المصالح. صحيح، خاصة في الإطار السياسي. نعم، ننشئ المصالح في إطار السياسة والاقتصاد، وكذلك يعني العلاقات الاجتماعية، وخاصة معروف يعني أن السعودية دولة تقبل يعني يد عاملة. الآن يعني كثير من البلدان يسدوا يد عاملة للسعودية، ونحن كذلك نريد في هذا الجانب يعني نستفيد بالتصدير يعني يد عاملة تنظيم منظمة حتى تستفيد الدولة ويستفيدوا كذلك يعني الجاديين المقيمين أو يريدوا إقامة في السعودية. تمام. تمام. ده نجي في ثنايا الحديث أو في 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 الحلقة. بالنسبة للعلاقات أنت بتقول لنا العلاقات بين تشاد والمملكة العربية السعودية علاقات قديمة وبدأت منذ 1972 حتى الآن، لكن شنو الإطار اللي بتتبادل فيه العلاقات، أو نستطيع أن نقول الجوانب اللي بتتبادلها العلاقات بين تشاد والمملكة العربية السعودية بتتمثل في شنو؟ أولا يعني تشاد والمملكة العربية السعودية في هذه الأواني الأخيرة يعني ومنذ تولى السلطة الملك سلمان عندنا نظرية سياسية مشتركة، وكذلك يعني كما شاهدتم يعني في الأحداث الأخيرة أن تشاد والسعودية ومصر وكل هذه البلدان
عندهم يعني نظرية سياسية موحدة، ولذلك يعني في أمور كثيرة يعني فيما يخص يعني الملفات السياسية كالأمن وكذلك مكافحة الإرهاب، فعندنا كذلك يعني نفس يعني النظرية، وكذلك يعني نحن فيما يخص علاقات الثنائية، فالجاد والسعودية طوروا هذه العلاقات بالتعاون في مجالات يعني اقتصادية تنموية، وعندنا الصندوق السعودي للتنمية يشارك يعني بمشاريع كثيرة فيما يخص يعني تطوير بعض القطاعات فيما يخص يعني التنمية الريفية المياه، ف وهذه المبالغ يعني ماشية وساعدا يعني وتغطي حتى يعني الطرق والبنى التحتية. إذا نحن يعني شعرنا أن هذه العلاقة في تطوير مستمر. جيد ومستمر. جميل. بالنسبة لي ما هي الجوانب التي يجب أن تكون فيها العلاقات بين تشاد والمملكة العربية متينة، ويجب العلاقة تزيد في الجوانب اللي أنت شايفها من 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 ما يجي السفير لتشاد في المملكة العربية السعودية؟ أكيد أنت شايف في جوانب كده مهمة يجب أن تكون فيها العلاقات متينة. نعم. أولا نحن نريد نبني علاقة متينة، فإذا نريد نبني علاقة متينة أولا يعني نسوي اتفاقيات، والاتفاقيات تساعد يعني لتيسير هذه العلاقة بطريقة يعني نظامية ومستديمة. فأولا يعني نريد اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين، ونريد كذلك يعني اتفاقية فيما يخص يعني التجارة والاستثمار. أيوه، التجارة والاستثمار، لأن عادة كثير من الكاديين يروح للسعودية من تجار وكل شيء، وكذلك نظرا للتطوير الأخير يعني فيما يخص برنامج تشاد ونظرية تشاد 2030، فنحن نريد كذلك يعني أن يكون يعني هناك فرصة للسعوديين أن يستثمروا في تشاد. لذلك يعني المجال الاستثمار المتاح للسعودية شنو؟ فكثير. نحن أولا بلد عندها ثروة حيوانية كبيرة. جميل. فنقدر نصدر، وهذه المحادثات بدأت كذلك يعني مع الجانب السعودي في المجال ده، في المجال مجال الثروة الحيوانية، مجال الزراعة، فالسعودية يعني عندها مبادرات في الاستثمار للزراعة في الخارج، فنريد نبني كذلك هذه العلاقة أن تتاح الفرصة للسعوديين ان يستثمروا في تشاد. جميل. هذا مهم جدا. تمام. في مجال الثروه الحيوانيه، انت بتقول تشاد دوله ثروه حيوانيه ودوله مهمه جدا بالنسبه للسعوديه. مجال الثروه الحيوانيه يتم فيه الاستثمار كيف؟ يعني هل البهائم حيه يجيبوها المملكه العربيه السعوديه، ولا لحوم، ولا كيف يتم التعاون؟ فعلا يعني فيما يخص الثروه الحيوانيه الافضل يعني يكون يعني تصدير اللحوم. لأن يفيد أكثر الجانبين، لأن جاد إذا تصدر يعني بهائم حية كما نرى يعني مع نيجيريا ما يكون يعني هناك استفادة كاملة للبلد ولا كذلك يعني لصاحب البهائم. فإذا إذا نحن نصدر لهم أولا يكون يعني نقدر يمكن نسوي مصانع، يمكن كذلك يعني نقدر يعني نحسن سعر البهايم في تشاد، وكذلك يعني نقدر ننشئ كذلك شركات اخرى مش اللحوم لكن الجلود، وعندك يعني اشياء كثيره يعني تتبع هذه يمكن المسالخ، ويكون تصدير يعني بطريقه رسميه، اذا يجلب يعني عمله للبلد. تمام.
والبلد يعني كذلك اللي يستقبل هذه اللحوم يلقى لحوم يعني زي ما يقول على الطبيعة، وكذلك يعني على الشريعة. فإذا يعني لحوم تشاد يعني مرغوبة، فهذا المجال يعني مجال مهم جدا. مجال مهم جدا بالنسبة لنا نحن وبالنسبة لهم هم. لكن نعم. حتى الآن أنت بصفتك كسفير موجود في المملكة العربية السعودية، الجانب ده شنو اللي حركته فيه عشان نستطيع أن نقول كونه استثمارات سعودية إن شاء الله عشان تمشي جاهز؟ نعم، لأن زي ما أقول أول نبني هذه العلاقة بالاتفاقيات. فعندنا مشروع اتفاقية فيما يخص الاستثمار والتجارة، وإذا تم هذا الاتفاق تمت هذه الاتفاقية وتساعد جدا، لأن تدي ضمانات وكل شيء للجانبين فيما يخص يعني تطوير التجارة والاستثمار. ثانيا أن بدأنا يعني محادثات، وكان في يعني لقاء مع وزير الزراعة والبيئة والمياه في السعودية، فناقشنا هذا الموضوع، وعن قريب يمكن ننظم زيارة وزير الزراعة والثروة الحيوانية السعودي على التشادي للمملكة العربية السعودية. جميل. ومن ثم يعني تتجسد هذه الأفكار ويتم هذه العلاقة، ونقدر ننشي المشاريع فيما بعد. جميل. انت بتقول لي العلاقه بين تشاد والمملكه العربيه السعوديه اليوم عندها تقريبا 45 سنه. في خلال 45 سنه شنو الاتفاقيات الموقعه بين تشاد والسعوديه، اتفاقيات بالفعل مفعله حتى الان مستمرين فيها؟ فما عندنا اتفاقيات كثيره. الان يمكن الاتفاقيات المهمه نذكر ثلاثه فقط. في اتفاقيه تتعلق يعني بالتعاون في مكافحة في الأمن ومكافحة الإرهاب. جميل. في اتفاقية فيما يخص الشباب والرياضة، واتفاقية تخص يعني اليد العامل المنزلية. فدي الاتفاقيات المهمة، ونحن نحاول يعني تفعيل هذه الاتفاقيات حتى يستفيد الجانبين. يعني هي موقعة لكن ما مصدق عليها. لا مصدقة لكن ما مفعلة. ما مفعلة. لا تطبيقها في الواقع ما زال يعني ما تم. جميل. بالنسبة لليد العاملة، نحن اليوم في المملكة العربية السعودية خلال وجودنا شفنا كثير من الآسيويين وخاصة بنغلاديش وباكستان كثير بيشتغلوا بصورة رسمية، لكن التشاديين عندهم مشكلة جدا في مشكلة اليد العاملة في المملكة العربية السعودية. يعني حتى الآن الناس اللي التقيناهم بيقول لك لا، تشاديين كرسميين بيشتغلوا في المملكة العربية السعودية بصورة قانونية ده قليل جدا. انتوا بصفتكم كسفارة بتقول لي في علاقة موقعة بين البلدين في الجانب الأيدي العامل عشان تكون يد قانونية، الكلام ده انتوا شايفه كيف بصفتك كسفير يعني؟ لأن الاتفاقية وقع عليها يعني الجانبان منذ سنتين، وحجرتنا يعني للسعودية قديمة جدا. فالنظام يعني تطور، ونحن ما زال يعني اليد العامله التشاديه اللي جاءت هنا اولا جاءت يمكن عن طريق الحج والعمره وتخلف الناس بهذه الكيفيه، عاشوا الناس واشتغلوا منذ سنين، ولكن القانون السعودي تطور. فلذلك الان الذي لم يكن له يمكن حرفة فنية أو كذا لا يستطيع أن يشتغل. فإذا يعني معظم الناس ما عندهم كفالة ولا عندهم إقامة، فلذلك يعني ما يستطيعوا أن يشتغلوا بطريقة رسمية. فكيف نعالج هذا الشيء؟ الاتفاقية تخص اليد العاملة هي يعني مخرج. فإذا يعني نحن نسأل الآن يعني كيف نطبق هذه الاتفاقية. فإذا طبقت هذه الاتفاقية يأتوا كما يأتون الآخرين للسعودية بطريقة رسمية. عندهم شركة تكفلهم، ناس مدربين، وناس يعني كشفوا لهم يعني صحيا الناس عندك معافين، ويأتوا ب
بجوازاتهم ويأتوا بإقامات ويشتغلوا لمدة محدودة 4 سنين أو أكثر على حسب يعني العقد. ثم إذا تم العقد إما يمدد وإما يرجعوا. وهذا الشيء يعني يأتي كذلك يعني فرصة أن نصدر يد عاملة يعني كثيفة للمملكة العربية السعودية. فنحن الآن يعني نحاول كيف تفعيل هذه الاتفاقية. وهذه الاتفاقية تجيب حل لهذه المشاكل التي تواجهها جاليتنا الآن. فإذا يعني نحن الآن نريد أن ننظم جاليتنا. فأولا نعرف كم العدد، لأن حتى الآن ما في إحصائية. يعني حتى الآن أنتم ما عارفين إحصائية ما في إحصائية دقيقة. بس تقديريا عندنا أحيانا نقول 60 أو 70 ألف نسمة إكادية في 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 المملكة العربية السعودية، وهذا العدد يمكن يكون أكثر من هذا. والناس اللي جاءوا الآن بأسرهم وكل شيء، والذي لم يجد إقامة ويحرم ولده من الدراسة ومن الشغل ومن العلاج وكل شيء. لا حتى بالنسبة للأيدي العاملة، يعني واحد بيشتغل ما عنده باسبور أو ما عنده جواز أو بيتعاقد مع واحد عقد وهمي، يعني هو ما هو ما هو ما عنده معه عقد رسمي. وبالتالي حتى إذا كان ظلموه ما بقدر بيشتكي. ما في، لأن يحرم من كل شيء. فنحن نريد يعني زي ما كل بعثة دبلوماسية أن كذلك ندافع أو نطور مصالح جاليتنا. ولكن بهذه الكيفية فيصعب، لأن نحن نشتغل نظرا للنظام الأنظمة السعودية. ونحن نريد يعني أن جاليتنا تتأهل وتمشي طبقا لهذه الأنظمة. لذلك يستفيدوا. والإنسان إذا كان مخالف وإقامته في البلد غير شرعية ولو عنده حقوق ما يقدر يستطيع أن يدافع عن هذه الحقوق، لأن وجود ذلك يعني في المملكة يعني يصبح مشكلة. فإذا الآن بدأ تصحيح الأوضاع، وهذا بمملكة المكرمة الملكية. ونحن بدأنا من بداية السنة، لأن تصحيح الأوضاع سار على درجتين. الدرجة الأولى تخص الناس المقيمين وعندهم إقامات، ولكن هذه الإقامات منذ 12 سنة ما جددت. فإذا هم بدأوا من بداية السنة تصحيح أوضاعهم، ومن يوم 17 سبتمبر بدأنا مرحلة ثانية، وهذه أصلا أول تخص المتخلفين. ما تخليها دي الاسئله دي نجي لها في حينها، لان احنا لدينا مداخلات من بعض الشعب ايضا. طيب. تحدثوا عن الكلام ده، خلينا نجي لها في حينها. وسيادتك حاليا ما ممثل تشاد في دوله السعوديه، وفحسب الدول اللي قلناها دي انت ممثل تشاد ايضا في البنك الاسلامي للتنميه. البنك الاسلامي للتنميه ايضا بنسمع به كثير جدا، لكن ما عرفنا شنو قدم البنك الاسلامي للتنميه حتى الان لتشاد. تشاد اولا عضو مؤسس في البنك، عضو مؤسس كمان، مؤسس نعم عجيب، البنك الإسلامي للتنمية. والبنك الإسلامي للتنمية من أكبر ممولين في تشاد. وهذا التمويل يغطي جميع المجالات. فالبنك الإسلامي قدم لتشاد يعني مشاريع كثيرة لا تحص ولا تعد، يعني فكثير يعني من مشاريع الطرق، مشاريع تخص التعليم. اليوم عندك يعني طريق، يعني عندي طريق يعني مساجد جرماية، مساجد مساجد مساكوري، عندك مشروع بوكورو أربوشاتك أربوشاتك بكين، عندك من مونغو للصريف
ده كله بتمول من البنك الاسلامي للتنميه. عجيب. والاخير والمشروع من بشي ابو قلين لادرا كذلك يعني تمويل من بنك الاسلامي للتنميه. عجيب. وفي جميع المجالات في الصحه وفي التعليم الان يعني عندك يعني عندك هنا في 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 مجالات يعني الزراعه ما في مجال الا البنك الاسلامي يعني قدم قروض لبلدنا كان. في عندك هنا مجال الطاقه في احدى من المولدات الكهرباء هنا في فرشه بتمويل من البنك الاسلامي. عجيب والله. فاذا يعني نحن استفدنا كثير يعني من تمويل البنك الاسلامي للتنميه وما زال في مشاريع كثيره تخص يعني المياه والتطوير يعني في مجال الريف. فما في مجال الا البنك له بصمه. ده كلام جميل جدا. ايضا لدينا منظمه التعاون الاسلامي. نعم. ف التعاون الاسلامي هي المؤسسه الاساسيه والبنك الاسلامي فرع من 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 منظمه التعاون الاسلامي لان عندها هي يعني دي المؤسسه السياسيه وده الجهاز منها ده الجهاز الفني المؤسسه الفنيه المخصصه بالتمويل وعندنا مؤسسه يعني فنيه متخصص يعني في تطوير الثقافة وهو اليسيسكو كذلك يعني وعندنا صندوق التضامن الإسلامي كذلك تبعا للمنظمة التعاون الإسلامي. جميل جدا. نعم. أيها السادة المشاهدون خلال وجودنا في المملكة العربية السعودية التقينا ببعض الشباب التشادي الموجود بالسعودية ولديهم بعض الطلبات التي وجهوها إلى سيادة السفير وإلى المسؤولين منهم في هذا البلد. فلنتابع معكم هذه المداخلات ونرجع نتابع الحلقة. ابقوا معنا. الشباب التشادي هنا يواجه مشكلة كبيرة جدا 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 في التعليم بالذات، لأنه كثير من الشباب أنهوا دراستهم الثانوية ولكن لم يستطيعوا أن يخلصوا زي ما تقول الجامعة. ونتمنى من القنصلية طبعا تساعد الشباب هنا جدا محتاجين لهم. مثلا عندك في الأوضاع في مثلا الجوازات معاملاتها جدا سيئة تحتاج للدعم، فالواحد يقدم للجواز عشان يبغى له ضرورة جدا لسفر أو شيء كذلك فيتأخر عليه مدة 6 شهور 3 شهور 4 شهور، فشيء هذا جدا يعني بيعطل المصالح كثيرة. مشكلة الأوضاع أول شيء في القائم، أول حاجة، ثاني شيء شاب التشادي يعني ما شاء الله تبارك الله يعني لهم سنين الله وفي منهم مواليد هنا، في منهم الحين بعد ما خلصوا دراساتهم ما قادرين يشتغلوا ولا قادرين يسووا أي حاجة، فهذا برضو سبب رئيسي لمشكلة الرجال التشادي في المملكة العربية السعودية. ما شاء الله في شباب متعلمين وجالسين بدون شغل بدون أمل وبدون امل، يعني يكون صعب، لازم الواحد يشوف لهم طريقه ومن هنا ومن هناك عشان يظبط لهم الامور تكون كويسه. والله طالبين من القنصليه التشاديه طالبين ان يعني الشباب اللي عايشين هنا لازم تظبط لهم اوضاعهم. واهم شيء انا عندي بنبه على موضوع الاوراق بالذات مع القنصليه، نتمنى ان تسهل لنا في اوراقنا، ودائما لما نمشي نقدم على اوراق او على جواز وحاجه كده ما يجينا بسرعه ياخذ وقت وزمن، وفي نفس الوقت نتعطل هنا واوراقنا ما تتخلص من القنصليه، ونتمنى من الحكومه انها توقف معانا وتفكر في هذا الموضوع، ونرجو من الله انه يوفقهم ويقدرهم، والله يحفظ لنا حكومتنا ويحفظ بلدنا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مجددا. سياده السفير طبعا تابع شفت الشباب كثير منهم بيقولوا كونوا عايزين السفاره تتدخل تحل لهم بعض الاشكاليات الموجوده عندهم، وخاصه الباسبور. واحد منهم بيقول الباسبور ما بطلع بسرعه، احيانا بياخذ 6 شهور 7 شهور، واحيانا لابد تكون لديك واسطه حتى يسل لك الباسبور. واحد بيتكلم عن عمليه الدراسه ايضا ما بسمح لهم بدراسه الجامعات. الكلام ده بتقول فوق شنو سياده السفير وبحضرتك تابعت الكلام ده؟ طيب فيما يخص الباسبور فكان سابقا او في الشهور الفاتت جاء وقت يعني ان الباسبور انتهى
ما في يعني باسبور جاهز. طيب. فلذلك يعني الطلب يعني يتأخر لهذا السبب. ولكن من شهر وصلت يعني الباسبورات في نجمينا، وكان يعني تعليم من وزارة الداخلية كل الباسبورات اللي يأتوني من السعودية سواء يعني من جدة أو من الرياض، فهذه الباسبورات يعني تطلع يعني بسرعة. فإذا يعني العلة يعني أن كان الباسبور انتهى، لذلك يعني صار التأخير. ولكن منذ جاء الباسبور هذه المشكلة انتهت. فيما يخص التعليم، عندنا بعد الشهادة السنوية كثير من الشباب ما يجدوا منها دراسية، وكذلك يعني قبولهم يعني في الجامعات السعودية بكمية بسيطة. فإذا يعني نحن نقول يعني أن عايشين يعني حالة استثنائية، لأن نظرا للظروف الآباء ما عندهم إمكانية حتى يسجلوا أبنائهم في الجامعة الجامعات الخارجية، لأن بعد كثير من الآباء التشاديين هنا أرسلوا أولادهم للسودان، لمصر، بعدهم الفلبين، ماليزيا، أو الهند، فدرسوا في الجامعات الخارجية. دول الناس الشيء صفهم تخيل. نعم. وبعدهم هنا يمكن يجدوا يعني فرص بالعلاقات الشخصية وكل شيء، وخاصة يعني في مجال يعني الشريعة وكل شيء، ففي منحة دراسية، ولكن لا يغطي الطلب. السبب شنو؟ فإذا يعني النظام التعليم هنا ما يقبل. ما نحن حاليا انا على حسب اللي سمعته كونه عندنا مدرسه شاديه موجوده في جده وبتمنع لغايه الشهاده الثانويه، وسنويا بتطلع طلبه عندهم شهاده ثانويه، لكن ما بسمح لهم بدخول الجامعات السعوديه الا في اطار محدود كما قلت. هل ما عندنا اتفاقيات بين وزاره التعليم العالي السعوديه ووزاره التعليم العالي الشاديه؟ ما في اتفاقيه، والان عندنا مشروع الآن في مشروع اتفاقية فيما يخص التعليم العالي، وهذه الاتفاقية وصلت في وزارة الخارجية السعودية، وعن قريب يعني نعمل أن نوقع على هذه الاتفاقية. ولكن نحن فكرنا كيف كذلك نجد حل، لأن نظرا للطلب لابد يعني نفتش حلول أخرى، فمن ضمنها أولا نحرض، لأن هؤلاء الطلبة لهم يعني استطاعة كذلك أن يدرسوا في جامعات تشادية، يمشوا يرجعوا البلد. نوجههم حتى كيف يعني يمشوا، دي فرصة يعرفوا بلدهم. جميل. ويحتكوا بثقافتهم، وكذلك كمان يعني في سهولة حتى يعني يقدروا يسجلوا ويوارسوا الدراسات الجامعية. عندنا كذلك مركز للتعليم عن بعد لجامعة الملك فيصل، هو في السفارة كذلك يخرج طلبة بالبكالوريوس، وهذا الشيء جاري كذلك. والآن يعني في مبادرات كثيرة، عندنا مشروع يعني كذلك يعني مع بعد عندنا اتصالات مع بعد الجامعات التركية، فده قريب يمكن يعني نقدر نواصل، ودي من الحلول اللي كان يعني الآن نتوقع. جميل. وإذا تم هذه الاتفاقية كذلك يعني في السعودية تتاح لنا الفرصة. بالنسبة لوزارة التعليم العالي الشادية، شنو الطلبات اللي قدمتوها لها ممكن تحل بعض الإشكاليات، لأن هناك في منح بتجاهها أحيانا؟ نعم، وكان التقيت مع وزير التعليم العالي وقلت أن شبابنا في السعودية يعيشوا حالة استثنائية، وغالبا يعني بعدهم درس باللغة العربية، وقلنا أن في تشاد كل سنة تحصل منح دراسية من دول صديقة، عندنا الجزائر، المغرب، وتونس، مصر، السودان. وقلنا يعني
لابد ان يكون نصيب كذلك للجاليه الموجوده برا، للجاليه الموجوده، لان هي دي المدرسه الوحيده الموجوده في الخارج وعندها بتخرج شادي هار سنوي. نعم، لذلك يعني الان نريد ندى عاليه حتى كيف يمكن نقدر نلقى الطلبه اللي عندهم شهادات ثانويه بدرجه عاليه. كما في جميعنا الناس اللي عندهم درجات شيء عاليه وممكن التقدير تقديرات نعم نقدم هذه الملفات ويجدوا كذلك يعني منح. منح جميل. اعزائي المشاهدين، ايضا من ضمن الناس الذين التقيناهم ايضا الجاليه التشاديه، انتم تعرفوا كونه في جاليه تشاديه في ناس ولدوهم في المملكه العربيه السعوديه، في ناس جاءوا الى المملكه العربيه السعوديه وعندهم 10 سنه حتى اليوم ما ادوهم اقامه. الناس دول ايضا التقيناهم عندهم بعض الشكاوي وقدموها للجهات المسؤوله عشان تحل لهم مشاكلهم. نتابع هؤلاء الناس ونرجع نتابع معكم هذه الحلقه، ابقوا معنا. الحمد لله، يعني ما نقول ما يعلمون يعلمون، لكن فتره محدده ابتدائي ومتوسط وثانوي. هي مثلا باقي اللي هي فتره الجامعيه بعد من الكليات 4 سنين وخمس سنين، من الجامعة ما في تشادي يدخل الجامعة مثلا، ونحن آباء موجودين هنا والتشادين الموجودين في المملكة كلنا عمال، لا دكاترة لا مهندسين لا، والمهم يعني ما هنا ناس يعني إداريين، كلنا عمال، والعمالة زي ما يقول الإنسان رزقه بيومه. يعني الحمد لله مثلا أنت تقوم الصبح وصل اولادك المدارس الى ما يكملوا الثانويه، وبعد الثانويه ما في جامعه. عندنا في السفاره الواحد لما تقدم اوراق لاولادك ولا بخفص بالنسبه لك انت على حالك يعني بتاخر، يعني انت تمشي يقول لك لازم اول شيء يطلبونك منك كرت قنصليه، بعد ما كرت القنصليه طلع اسمه ده شهاده ميلاد. الحكومه لما تشوف الاقامه منتهيه على طول يمسكونك ويودونك الشميسي، بعد من الشميسي يبسمونك، اذا كان عندك ملاحظات مع كفيلك على طول ترحيل، واذا كان ما عندك ملاحظات مع اسمه ده مع كفيلك خلاص بيصيبونك، بس تتاخر ممكن اذا مسكوك من الان الصباح ما يودوك يودون القسم، بعد القسم يودونك الشميسي ممكن من الساعه 7 صباحا لين بكره الساعه 7 حتى بيفكونك. ونحن كمواطنين تشاديين للعام المفروض السفارة يشوف لنا حل. أهلا وسهلا بكم مجددا سيادة السفير. طبعا تابع معنا الناس اللي التقيناهم تحدثوا كونه عندهم مشاكل وعايدين منكم كسفارة تتدخلوا أو كسلطات لحلها، ومن ضمنها بيقولوا تسوية أوضاع الجالية التشادية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، وكثير منهم بيتكلموا عن التعليم وتتحدث عنه بالنسبة لتسوية أوضاعهم. نعم، زي ما تعلموا ان الجاليه التشاديه عانت كثير، ومنذ تقريبا 12 سنه لم تجدد لها يعني الاقامات، وهذا الشيء يعني اثر كثير في الجاليه لان حرموا من كثير، فجاءت وفود كثيره. والرئيس ادريس ديبي ادنو كل ما جاء يعني في زياراته السابقة تكلم عن هذه الحالة، حالة الجالية وعدم يعني تسوية العودة. فجاءت كذلك يعني وفود يعني وزارية والسفراء السابقين كذلك يعني تدخلوا، وعندنا مؤسسات يعني مؤسسات الجالية لها علاقات كذلك يعني في السعودية، فكل الكل سعى لتصحيح أوضاع الجالية، ولكن لم يتم هذا الشيء إلا بعد ما جاء الرئيس إدريس ديبي إدنو في عام 2015 في شهر نوفمبر. ومن خلال هذه الزيارة فالملك سلمان ابن عبد العزيز اتى هذه المقومه ان وافق ان يصحح اوضاع الجاليه التشاديه، وجاء 2016 وفد وزاري لتفعيل هذه المقومه
على قيادة وزير الأمن والهجرة أحمد باشر، فسار هناك توقيع لما حضر، ومن ثم سارت المحادثات مع وزارة الداخلية السعودية، وقال معهم لا محضر لتصحيح أوضاع الجالية. فهو لا يخص أولا الذين عندهم الإقامات ولم تجدد، والمتخلفين يعني الناس اللي جاءوا للحج والعمرة ولم يرجعوا. فإذا يعني الناس اللي عندهم إقامات قديمة وما جددت بدأوا منذ شهور تصحيح أوضاعهم ونقل الكفالة وتغيير المهنة، فتم هذا الشيء وجاري. والذين يمكن يعني فقدوا الكفالة وكل شيء ما استطاعوا أن يجددوا، لأن أنتنا موعد يعني من كان يبدأ هذا الجانب الثاني من 1 مارس 2017، ولكن لظروف فنية لم يبدأ إلا من 17 سبتمبر 2017، يعني منذ أسبوع تقريبا. فالآن يعني كل الناس في نقاط 3 لتصحيح الأوضاع، يعني في جدة وفي المدينة المنورة وفي الرياض. فاللجان يعني كونت، والآن يعني يشتغلوا مستمرين مع المكاتب التصحيح، وانطلقت يعني عمليات تصحيح الأوضاع. جميل. تصحيح الأوضاع الآن كون نستطيع أن نقول كون الشاديين الموجودين بالمملكة العربية السعودية من الآن ممكن يحصلوا على إقامة. نعم، الذين يوفوا الشروط. الذين يوفوا الشروط. نعم، لأن لابد يكون عندك جواز سفر جديد. جواز إنك هنايا صالح للتجديد، وفي هناك كذلك بعض الرسوم يدفعوها. وكان طلبنا عنا خلال الفترة الأثناء 12 سنة كثير من أبناء الجالية الشهادية الولدوا لم يحصلوا إلى شهادة ميلاد، لأن إذا الأب ما عنده إقامة ولو يعني الولد ولده في المستشفى ما يتم شهادة ميلاد. فنحن طلبنا أن السفارة القنصلية تصدر يعني شهادة ميلاد، و لكي يتم يعني إضافة هذه الأبناء على إنهم هنا أولاد أمور. فدي أمور كلها ناقشنا فيها، وفي شروط أخرى يعني لأن تحتاج كفيل، لأن وتحتاج يعني المكتب العمل يصدق. ففي شروط، لأن التصحيح ليس ورقة بيضاء. صحيح. فإذا في شروط مطابق للنظام السعودي، والذين وفوا هذه الشروط الآن صحوا أوضاعهم، ونتابع ونشوف إذا في إشكاليات ونحاول. يا ريت تقول لهم مشاكلهم، لأن إنسان قاعد في المملكة العربية السعودية عشرات السنين، وفي واحدين بيقول عندهم 12 سنة حتى اليوم ما جددوا لهم إقامة وما بقدروا يتحركوا. الإنسان ما عنده إقامة قاعد في السعودية لكن خايف ممكن أي لحظة يشيلوه الدجاج، وده الحاصل. بالنسبة عندنا مشكلة ثانية، المشكلة الثانية في تشاديات تزوج من سعوديين، او نستطيع ان نقول في سعوديين تزوجوا تشاديات، سعوديين تزوجوا تشاديات ولكن تزوجوهم عن طريق الشريعه الاسلاميه، يعني لازم بس لما سووا فاتي لبنت وخلاص تزوجت سعودي، عاش معها ولد معها 4 صغير 5 صغير، في الاخير اياها ما بدوهم جنسيه سعوديه لان القانون السعودي ما كان حاضر في العمليه، العمليه دي ايضا في بتواجه المواطنين المواطنات التشاديات، يعني واحده بتقول لك ان دي ابوهم سعودي لكن منعوهم من الجنسيه السعوديه لان ما عندنا وضع قانوني، المشكله دي مشكله كبيره جدا. بالنسبه للقنصليه شنو اللي تسوي ممكن الاوضاع زي دي ممكن يجدوا لها حل في المستقبل عشان ما يقعوا التشاديات في المشاكل دي؟ فنحن اولا ننبه أبناء الجالية وكل المواطنين العايشين في السعودية، فكل إنسان يعيش في بلد يحاول أن ينتظم ويمشي على حسب قانون الدولة، وهذا الشيء
كل ما جاء الرئيس الجزائري انه في السعوديه يكرر لان مخالفه النظام مخالفه قانون البلد يؤدي الى مشاكل. صحيح. وكثير يعني نحن ما نحترم هذه القوانين، فلا شك يعني تحصل هذه المشاكل. فاذا يعني نحن في حالتين الان، يعني اذا جاء الطلب لابد نحن كذلك نشوف على حسب نظامنا، هل الانسان ولد من ام تشاديه وابو اجنبي ولم يولد في 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 في, في تشاد، هل يتحصل على الجنسيه ولا لا ام لا؟ فالقانون يدرس وعلى حسب الحالات فنحن نجيب الحلول لهذه المشاكل. فاذا يستحقوا يستحقوا، فاذا يعني هذا الامر يمكن ما اورد لنا كثير، لان اولا الناس يعني حتى للأخذ النكاح يعني اذا النكاح كان على طريق الدينيه لابد عندنا يعني كذلك في السفارات او القنصليه توثيق. صحيح. فاحيانا حتى مع التشادين الناس يعني، وهذا شيء انا اريد ان انبه لان كثير من الناس الان ياتوا السعوديه ناس ياتوا من القرى، فاذا ما في حضاره. صحيح. الواحد ما يهتم، هم ما فاهمين القانون ده شو ذات، ما فاهمين القانون وما يهتموا بهذه الاجراءات المدنيه. فاذا الواحد احيانا ياتينا في السفاره يريد اخذ النكاح حينما المرأة تكون يعني في المستشفى في حالة الولادة، ويسألوا عنه وين أخذ النكاح، وبعدين يأتي حتى يطلب منا. الولد يمكن يولد ولكن لا ما هو هنا في سيادة السفير اننا عايشين كده بس واحد واحد الناس بوشوا كده بس الناس بلموا بسوا فاتي وخلاص بفروا. أيوة. ما في أي ورقة، لكن الوضع يختلف لما الإنسان يكون في الخارج، فلا بد يعني في أشياء مبدئية والانسان يهتم بها. وان احنا ايضا بدورنا سياده السفير اسمح لي ان احنا بدورنا ايضا ننبه يعني الجاليه التشاديه الموجوده سواء في السعوديه او في اي دوله، يعني يجب احترام قانون الدوله. يعني في تشاديه واحد سعودي تزوجها وما عملت الاجراء القانوني ممكن يالها يضوعوا، يعني ابوهم سعودي لكن ما بتقدر تثبت كون ابوهم سعودي لان ما عندها ورقه قانونيه والكلام ده شفناه، فالناس يجب ان تتدارك هذا الوضع حتى انسان ما يقع في الخطر، ده المطلوب. سياده السفير طبعا احنا الان موجودين بجوار الحرم المكي وبجوار الكعبه والاجواء روحانيه حلوه جدا، لكن الزمن لا يسمح، كلمه اخيره ممكن توجهها، حدثنا عن رؤيتكم المستقبليه للعلاقات بين تشاد والمملكه العربيه السعوديه، او شنو تتمنوا الامل بتاعكم العلاقات تصل الى اين ما تتمنوه في المستقبل؟ فنحن نشكر السلطات السعوديه وعلى راسها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، لأن منذ توليه الأمر فصار تحسين كبير في العلاقات بين البلدين، وما تحدث يعني مناسبة كبيرة في السعودية وإلا عندنا دعوة للسلطات التشادية، وهذا يدل حسن العلاقة بين البلدين والقيادة القيادتين في البلد، ونحن نتمنى أن هذه العلاقة تبنى على أساس جيد، لذلك يعني نحن نعمل عن نوقع على الاتفاقيات حتى ننظم بطريقة يعني رسمية علاقاتنا ونطورها ونطور المصالح بين البلدين. وكما معروف يعني عادة أن مقصود البعثة الدبلوماسية ليس فقط تمثيل البلد بطريقة يعني رسمية وممتازة، ولكن لإنشاء المصالح بين البلدين وحماية الجالية. فإذا نحن نريد ننشي هذه المصالح، والكل يعني يتوقع أن العلاقات
بين البلدين لابد ان ترفع على مستوى عالي حتى يستفيد الطرفين. وهذا شكرا معالي السفير، وهذا ما شعرنا به من خلال وجودنا في المملكه العربيه السعوديه. كثير من المواطنين التشاديين المتواجدين بالمملكه العربيه السعوديه قالوا منذ مجيء السفير عثمان مطر بريمي بدات العلاقات تتحسن، وبدا الشعب التشادي ايضا الموجود بالمملكه العربيه السعوديه يشعر باريحيه، وخير دليل في ذلك ان الاوضاع الجاليه في عهده الان بدات تصحى، وهذا يجب ان يشكر عليه سياده السفير. سياده السفير، لا يسعنا في ختام هذه الحلقه الا ان اشكر سيادتكم لحضوركم معنا في برنامج قضيه للحوار، وان شاء الله سنلتقيكم في حلقات اخرى ان سمح الزمن بمشيئه الله. شكرا سياده السفير. علي ان اشكركم لهذه الفرصه، ونتمنى لكم يعني تطوير هذه البرامج حتى تخطوا جميع النقاط المهمه تخص ان شاء الله بلدنا وجاليتنا، واتمنى لكم يعني النجاح. شكرا في هذا البرنامج. شكرا استاذ السفير. ايها الساده المشاهدون، الى هنا ناتي واياكم الى ختام هذه الحلقه من برنامج قضيه للحوار، والتي ناقشنا فيها العلاقات الثنائيه بين تشاد والمملكه العربيه السعوديه، وكذلك اوضاع التشاديين الموجودين بالمملكه العربيه السعوديه مع سياده سفير جمهوريه تشاد بالمملكه العربيه السعوديه السيد عثمان مطر بريمه. نحن الان بجوار الحرم المكي، بجوار الكعبة الشريفة في مكة المكرمة، ولله الحمد ناقشنا هذه المواضيع بكل أريحية، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، وخاصة التشاديين الموجودين بالمملكة العربية السعودية، نتمنى أن نكون قد وفقنا في تناول مواضيعكم المهمة إن شاء الله، وسنلتقي معكم بمشيئة الله في حلقة مقبلة من برنامج قضية للحوار، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله ودمتم في رعايته.